طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، دي بدايه من اجيال قديمه في النادي الاهلي تعودوا على المكسب وعودوا جميع النادي الاهلي اللي الكره الطايره لعبه يعني الحمد لله رب العالمين بنحافظ على البطولات كلها اللي بنخش نشارك فيها بدون فرح جماهيرنا ما يكون اي اخفاق موجود. يعني الحمد لله رب العالمين بنرجع تاني نصالح بيه جماهيرنا ان شاء الله رب العالمين، نقدر نصالح الجماهير زي ما نصالحنا لهم السنه اللي فاتت ببطوله افريقيه، نقدر نرجع الدوري والكاس ان شاء الله رب العالمين. وزي ما انت شفت الحمد لله اداء متميز، اللعيبه الحمد لله رب العالمين في تعاون في روح جديه في حسم الحمد لله رب العالمين، قدرنا نحسم لقاء القمه الحمد لله. اكيد طبعا زي ما انت شايف يعني كلنا بنتابع الالعاب الجماعيه، احنا بنتابع الباسكت والهاند بول، كلنا اصحاب وكلنا اخوات، دي الروح بتاعت النادي الاهلي، دي روح اللعيبه، دي روح التربيه اللي احنا اتربينا في النادي الاهلي، اللي احنا نتابع بعض، اللي احنا كلنا مستنيين نكسب بعض ونحمس بعض. ان شاء الله ربنا يكرم تبقى سنه سعيده على النادي الاهلي في كره القدم والباسكت والفولي ان شاء الله والهاند بول وجميع الالعاب باذن الله. طبعا خلاص احنا يعني الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا الحمد لله في البلاي اوف اللي احنا نقدر ننهي اول فرقه، اكيد خلاص المرحله دي انتهت الحمد لله رب العالمين. هنخلص خلاص بكره ان شاء الله اجازه، يوم السبت عندنا تحضير مهم خلاص السوبر ان شاء الله، نبتدي اول ماتش ان شاء الله نهايه الاسبوع الجاي. اكيد بقى السوبر خلاص يعني ما فيهوش اي يعني رعونه لازم تحصل، لا كاس وبطوله جايه، الادوار اللي فاتت دي خلاص ادوار تمهيديه، يعني الفرقه كانت بتخسر يقول لك ما فيش مشكله نقدر نعوض تاني، اما المرحله الجايه مرحله حسم ان شاء الله ربنا يكرم السوبر يبقى دافع علينا قويه، عندنا بطوله افريقيه ان شاء الله رب العالمين اخر الشهر باذن الله نبقى كاسبين السوبر نخش بيها بطوله، بتجيب بطوله ان شاء الله، بعدين نخش على الدوري وبعد كده نخش على الكاس وافريقيا ان شاء الله ربنا يكرم، بس يعني نفرح جماهيرنا ان شاء الله واول بطوله ان شاء الله تبقى السوبر، تبقى بدايه خير علينا باذن الله. اول حاجه ببارك للفريق الرجاله ومجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. طبعا مباراه النهارده مباراه ديربي اهلي وزمالك، اي نعم الماتش مش يعني تحصيل حاصل زي ما بيقولوا، بس المعروف عن النادي الاهلي يعني ماتش زمالك ده ماتش بطوله لازم نكسبه، ما عندناش هزار فيه، والحمد لله بيدينا حافز قوي للبطولات اللي بعد كده. والحمد لله النهارده يعني رغم الاصابات اللي عندنا عبد الله عبد السلام كان مصاب، الحمد لله حسام ادى بشكل كويس يعني ما حسيناش بفرق، فالحمد لله يعني اللي جاي هيبقى افضل للنادي الاهلي ان شاء الله، ونرجع لقب الدوري والكاس وكل الالقاب للنادي الاهلي زي ما عودنا جمهور النادي الاهلي الحمد لله. لا هو النظام ده بقاله من السنه اللي فاتت اتغير، بس السنه اللي فاتت كله كان بيفوت ماتشات لبعضه عشان يبعد عن النادي الاهلي عشان ما يطلعوش من بره من اول ماتشات، فالسنه دي عملوا حاجه ثانيه مختلفه ان بيعملوا قرعه للاربع اوائل ومن الخامس للثامن لوحديهم، فبياخدوا اول من هنا وواحد من هنا فيقابلوا بعض، مش فارقه مين هيلاعب مين، بس الحمد لله يعني الماتشات بقت كتيره جدا وارهاق على اللعيبه كتيره جدا، احنا لسه مخلصين اهو النهارده، عندنا السوبر يوم الاربع اول ماتش، داخلين معسكر يوم الثلاثاء، عندنا اجازه بكره، بس عندنا اصابات كتير، بس ان شاء الله نقدر يعني نعدي المراحل دي وان شاء الله ونركز للسوبر اللي جاي عشان دي بطوله مهمه هتبقى اول بطوله لنا في الموسم، عشان ان شاء الله ناخدها ان شاء الله ونركز في البطوله العربيه ناخدها ان شاء الله، يعني احنا عندنا بطولتين في الشهر ده، فان شاء الله ربنا يكرمنا بيهم ان شاء الله يا رب. الحمد لله احنا قدرنا النهارده نكسب الماتش، دي نقطة القوة لينا عشان لسه عندنا ان شاء الله هنلعبهم في السوبر ولسه في نهائي الدوري ولسه في الكاس، فان شاء الله يعني الماتش دي نقطة قوة وحافز للماتشات الجاية ان شاء الله ربنا يكرم فيها باذن الله وكل افضلية لينا يعني. طبعا الحمد لله احنا ماشيين ماتش بماتش، وماتش طبعا الزمالك بيبقى مختلف، ماتش ديربي بنعمله طبعا بنحضر له بيكون ليه تمام خاص، بس الحمد لله رب العالمين يعني بيكون الافضلية لينا الحمد لله في الاخر زي ما يعني معودنا النادي الاهلي. الحمد لله ده حافز لينا كويس جدا، ورب دايما نكون عند حسن ظنهم يعني ان شاء الله، ان شاء الله نكون قد المسؤوليه واحنا لسه عندنا سوبر ودوري وكاس وافريقيا وعربيه، فربنا يكرم ان شاء الله الموسم طويل يعني، وان شاء الله نقدر نفرح الجمهور ونكون يعني عند حسن ظن النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره والكابتن بيبو.